بعد أشهر طويلة من المفاوضات التي شابها الكثير من الخلافات بين الفرقاء في السودان، انعقدت الجلسة الأولى للمرحلة النهائية من العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري في العاصمة الخرطوم بهدف إخراج البلاد من أزمتها وبرعاية الأمم المتحدة ومجموعة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد والرباعية المكونة من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. أبرز مخرجات الجلسة الأولى هو تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالعمل على إنجاح ما وصفه بالتحول الديمقراطي. نؤكد أن هذا الجهد الذي سيستكمل باستكمال العملية السياسية شارك فيه نفر كريم من أبناء الشعب السوداني بنية صادقة وبإخلاص وبتوق لتنفيذ رغبات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، ولزاما علينا نحن في المؤسسة العسكرية أن نكون أول المستجيبين لهذا الأمر. محمد حمدان نائب قائد الجيش السوداني أشار من جانبه إلى أن الاتفاق الحالي نهائي ويأتي استكمالا للاتفاق الإطاري لتشكيل سلطة مدنية كاملة الصلاحيات، تأكيدا على التزامنا السابق والمتجدد بإنهاء الوضع الراهن بتوقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه سلطة مدنية كاملة. المسار السياسي الذي ترعاه الآلية الثلاثية يشمل 5 قضايا، وهي العدالة والعدالة الانتقالية والإصلاح الأمني والعسكري ومراجعة وتقييم اتفاق السلام وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير. ورغم الترحيب الدولي، يبقى الرهان الأكبر للمسار هو استمالة قوى مدنية ترفضه وتراه قفزا فوق الاستحقاقات الضرورية لتحول ديمقراطي حقيقي يجمع كافة الأطراف دون استفراد أحد بالسلطة.